المهم والذي تركز عليه الأمم المتحدة كانت قد أعلنته في عام 2018، وهو مستمر، أو هذه الحملة مستمرة حتى العام 2030. الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد في 31 من شهر أكتوبر 2003، دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2005، واعتمدت بالطبع في هذه الفترة. وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين مكتب معني بالمخدرات والجريمة ووصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، كما أصدرت أيضا الجامعة العربية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. تعد قضية الفساد من أكبر التحديات التي تواجه العالم، والتي تشهد انتشارا في أغلب دول العالم سواء الغنية أو الفقيرة. فقد كشف تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية يظهر فيه مؤشر مدركات الفساد 2017 أن ثلثي دول العالم يثقل كاهلها الفساد، غير أن تبعات انتشار الفساد تتفاقم بشكل مؤثر جدا في الدول النامية والفقيرة نظرا لمحدودية الموارد، إذ إنه وفقا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تبلغ تكلفة الفساد ما لا يقل عن 2.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما يعادل أيضا نحو 10 مرات أو قيمة المساعدات المقدمة إلى الدول النامية. ووفقا للبنك الدولي تدفع الشركات والأفراد رشا تزيد قيمتها عن 1 تريليون دولار كل عام. كما يتسبب الفساد أيضا في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية والحقوق الأساسية كالمياه، فالتهرب من الضرائب وغسل